اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات بيتالين بروف. مش حلقه بالظبط، لكن هي زي توعيه شويه، زي نعمل حسابنا شويه. خليكم معانا. تشاو توتي، تشاو توتي، بون سالفا توتي. عاملين ايه النهارده او الحلقه ديت؟ حابب نتكلم مع بعض في حاجه. يعني انا عشت شويه في ايطاليا الفتره الاخيره قبل ما يحصل البوم بتاع المصيبة دي كلها، وجيت مصر قلت الحمد لله مصر حلوة. كانت الناس بتقول لنا بصوا مصر عمرها ما تيجي فيها حاجة، مصر على وضعها ما فيهاش أي حاجة. ليه؟ عشان الفيروس بيموت على درجة حرارة 30. حلو، تمام، قلنا خلاص تمام كده احنا في أمان. بس للأسف زي ما انتوا عارفين دخل كمان بلدنا. بس في حاجة، خلينا ناخد بالنا من حاجة صغيرة أوي. إيطاليا كانت من أسبوعين تقريبا أو 20 يوم عايشة نفس الفترة بتاعتنا ديت. كانوا لقوا حالة واحدة في روما وكانت صيني، قال لك أصله صيني وخد حاجات من الحاجات الصينية فجاله الفيروس وخلاص. دي خلاص خلاص مفيش أي حاجة حصلت، والناس كانت ماشية والشوارع كانت مليانة على آخرها. كنت أنا بمشي حتى ساعتها عملنا فيديوهات من هناك، مليانة ناس. ايطاليا كانت مليانه، روما بالذات كانت مليانه. طب ايه اللي حصل بعد كده؟ بعديها بفتره، بعد ما عملنا الفيديوهات ديت تقريبا مفيش اسبوع، يا جماعه ما تنزلوش من بيتكم. بس لما لقوا حالات كتير بالظبط اسبوع، قال لك محدش ينزل من بيته، والناس اللي في المدارس فرحوا قوي قوي. قال لك خلاص مفيش مدرسة، مفيش وجع دماغ، هنعمل كل حاجة اونلاين وكل حاجة تمام. نعمل ايه؟ ننزل ونعيش حياتنا بلا فيروس بلا كورونا بلا وجع دماغ. كان دايما بيقولوا كده، ايه اللي هيحصل يا عم؟ نمشي ونخلي بالنا، هنخلي بالنا، هنخلي بالنا. ايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل عملت معاكم فيديو على الكورونا، كان تقريبا يوم 14 يوم 12 حاجة زي كده، مش فاكر بالظبط الداتا بالظبط بريتشيزا. كان ساعتها عدد الحالات 13,000 حالة. النهاردة بنتكلم دلوقتي في أكتر من 30,000 حالة. كنا بنتكلم تقريبا في 1,100 أو 1,000 وحاجات بسيطة حالة وفاة. النهاردة بنتكلم او دلوقتي بنتكلم في اكتر من 3,000 حالة. بص او بصي، انا مش جاي اقول لك اعمل ايه وما تعملش ايه، هو جاي اقول لك احنا المفروض نعمل ايه وما نعملش ايه. الاخطاء احنا بنغلطها كلها، لكن يمكن الحاجة دي تنفع معانا عشان نقدر نشوف اللي حصل فعلا قبل كده، عشان نشوف ايطاليا، نشوف اسبانيا، نشوف فرنسا، هم اللي كانوا قبلينا وهم اللي دخل فيهم الفيروس قبلينا. الصين فيها بتاع حوالي 100,000 حالة، فيها عدد وفيات أقل من إيطاليا دلوقتي. اللي إيطاليا فيها 30,000، كمية الوفيات غريبة. طب ليه؟ بكل بساطة الشباب الصغير الجميل قال لك مفيش مدرسة يبقى نفرح نخرج ايه فيديو ماتش لاوسترا فيتا، نعيش حياتنا من غير اي مشكله ومن غير اي حاجه. يرجعوا البيت يجيبوا كل الفيروس اللي خدوه للبيت، هم زي الفل، هم شباب لحد ما صغير. مش معناها المناعه، للاسف يا جماعه الفيروس كل شويه بيبقى اقوى، فما فيش حاجه اسمها العواجيز. بس في ناس شباب كتير موجوده دلوقتي في ايطاليا، الترابيا انتنسيفا او اوضه الانعاش في الاولويه للشباب. عجوز عنده كورونا الاولويه للشباب اللي انا قاعده في الترابيا انتنسيفا. متخيلين وصلوا ايه؟ وصلوا لازم يختاروا مين اللي يعيش، الشاب ولا العجوز اللي عنده 90 سنه. مش معناها 90 سنه ملوش لازمه، لكن عشان افهمكم للشباب بتتضر زي العواجيز، الشباب بتتعب زيهم. مش معناه ان انت عجوز يبقى مناعتك ضعيفه وانت شاب مناعتك قويه. احنا عندنا هنا في مصر
كميه القرف اللي احنا بناكله، وكميه العك اللي احنا بنعيشه، وكميه عدم النظافه الشخصيه للجيني بيرسوناله مش موجوده. فبالتالي اي حاجه هتحصل معانا هتاذينا احنا. فبعد اذنكم نتعلم من اخطاء غيرنا، ما ننزلش البيت. احنا بنحارب عدو مش شايفينه، احنا بنحارب عدو مش سهل، ما تستهونش بيه. خلاص هخلي بالي، ما الناس بتنزل، مالكش دعوه بالناس. يعني دلوقتي عملوا المحلات ما تشتغلش من 7 الصبح ل 7 بالليل بس. كل ده بيعملوا ليه؟ عشان يجمعوا يقللوا التجمعات. ما ينفعش واحد يقول لي انا خارج مع اصحابي النهارده، طب فين التجمعات اللي بتقللها؟ ما انت خارج مع اصحابك وبعد كده ترجع البيت. كوزا فايك اون ذا تورن كازا، هتعمل لما ترجع؟ ما هتاخد بتجيب معاك اللي انت خدته. لو خدت فيروس او خدت حاجه ما هترجع بيها. هاخد بالي، هاخد بالي، بس لما تكون مضطر تنزل من البيت تاخد بالك. لكن انت دلوقتي مش مضطر، انت مضطر، انت عايز تنزل تتفسح. اصلا ما بحبش الحبسه، ما حدش بيحب الحبسه، وما حدش بيحب يقعد في البيت بالعافيه. لكن صدقني انت دلوقتي لو هتقعد في البيت هتقعد في مزاجك، لكن لو انت دخلت حجر صحي لا قدر الله هتقعد فعلا غصب عنك، وهنا هتبقى المصيبه. هنا هيبقى عندك المشكله انك مش عارف فعلا تتحرك. هنا هيبقى عندك فعلا المشكله اللي انت لازم تقعد وتقعد بعيد عن كل شخص. هنا انت ممكن تقعد وسط اهلك وسط ناسك في بيتك وبمزاجك، محدش بيجبرك. لكن لا قدر الله وحصل حاجه انت غصب عنك هتقعد، ومش كده بس، ممكن تكون تقعد كل البيت في نفس الحجر الصحي. انت بتيجي بتلعب بحياتك، العب بحياتك، اطلع من بيتكم ما تخشش تاني، خليك بره. يبقى انت كده ضمنت مش هاذي ولا والدتي ولا والدي ولا اخواتي. لكن لو انا هخرج ومفيش سبب لازم بالكواليت ديفو الشير بالفرصه، لا خليك. يا جماعه ما نعملش زي ايطاليا. احنا بنشوف لغايه دلوقتي ايطاليا من قيمة اسبوعين ما كانش عندها الحالات دي كلها. ليه الحالات دي كلها ابتدت تطلع؟ عشان الفيروس سي مانيفيستا بيبان بعد اسبوعين. خلال 3 ايام عند الوفيات من 1000 بقى 3000. اسبانيا امبارح كل 16 دقيقه كان في واحد بيموت. عاملين تقريبا 470 حالة وفاة في يوم واحد من الكورونا. واحد يقول لي ما بيموت اكتر من كده في الايام العادية. ما هي دي 470 غير الحاجات العادية. احمي نفسك واحمي بيتك. احمي نفسك انك تتأذي، واحمي بيتك انك تأذي بيتك. ما تنزلش من بيتكم. اسمع الكلام. نخلي الحاجه اللي احنا بنعيشها دي اللي هو ده كابوس. الانكوبو ده لو احنا عشناه كويس وفهمناه هيتحول لحلم عادي، هيتحول لستوريا، هيتحول لتاريخ هنحكيه بعد كده اللي جايين اللي بعدين الجيل الجاي. انا عشت الكورونا كان ازاي، كنا رجاله، اتعلمت. اتعلمت ازاي؟ عن طريق النت، تابعت الارشادات. مش ارشادات عشان انت لازم تعمل كده، انت كبير وعاقل. افتكر كل الناس اللي بتتعلم عندها عقل كافي ان هي تميز ايه الصح وايه الغلط. لكن بعد اذنكم حاولوا تقعدوا في البيت على قد ما تقدروا. تشاو اتوتي.